وين لازم أستثمر فلوسي؟ في العقارات، في الذهب، ولا الدولار، ولا الأسهم؟ أول شيء إيه في بالك أنك تروح في السيف سايد تشتري ذهب أو دولار. أما لو ما كان عندك وقت ولا طولة بال وحاب تستثمر فلوسك، هو مكان واحد يختارون أغنياء العالم والشركات وحتى الحكومات، شركات إدارة الأصول. هذه الشركات تدير فلوس العملاء بالنيابة عنهم. يعني لو فرضنا عندك $1,000 وحاب تستثمرها، تروح لشركة إدارة أصول مرخصة في بلادك وتحط فلوسك عندهم. طبعاً الألف هذه للتقريب، المبالغ تكون بالملايين والمليارات. وهني دور الشركة، تأخذ فلوسك، تدرس الفرص والسوق، وتعطيك تقرير كامل عن أفضل أداة استثمارية، وبعدها تستثمر لك فلوسك في هذه الأداة اللي ممكن تكون في العقارات، في الأسهم، في المعادن الثمينة أو غيرها. خلني أعطيك لمحة عن هذه الشركات، وصدقني راح تنصدم، لأن حجم أصول هذه الشركات ممكن يعادل أو يتخطى حجم اقتصادات دول. عندك مثلا شركة بلاك روك الأمريكية، هي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بحجم أصول يتخطى $10 تريليون، يعني أكبر من اقتصاد الهند ب3 مرات. في المركز الثاني جت شركة فانغارد بأصول تعادل $8.1 تريليون، يعني نتكلم في مرتين حجم الاقتصاد الألماني كله. ومن بين أكبر شركات الأصول في العالم شركة جي بي مورغان تشيس اللي احتلت المركز السابع على مستوى العالم بأصول تعادل $3.8 تريليون. هذه الشركة اختارت مقرها الإقليمي في دبي، وبالتحديد في مركز دبي المالي العالمي. ومو بس جي بي مورغان، 370 شركة إدارة ثروات وأصول شغالين في مركز دبي المالي العالمي. ممكن تسأل ليش هالعدد كله في دبي؟ أقول لك منطقيا سؤال غلط، لأن مثل ما فسرت لك أول شيء، هذه الشركات جزء كبير من شغلها هي إدارة ثروات وأصول أصحاب الملايين في دبي بس، ما نتكلم عن كل الإمارات. دبي بس يعيش فيها 72,500 مليونير، كل واحد فيهم عنده ثروة قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن $1,000,000، ويعيش فيها بعد 15 ملياردير. هذا الرقم أكثر بثلاث أضعاف من أي مدينة ثانية في المنطقة والعالم العربي، وعلى مسافة سواقة ساعة بس نلاقي أبوظبي ثاني مدينة في المنطقة في عدد الأثرياء ب 22,500 مليونير. هذا غير أن في سنة 2023 مركز دبي المالي العالمي أطلق أول مركز في العالم للثروات العائلية، واستقطب 120 من أغنى العائلات. فشي طبيعي لما نلاقي شركات إدارة الثروات والأصول من العالم كله تتسابق عشان تفتح مكاتب وفروع وتمارس أنشطتها في الإمارات، لأنها أفضل مكان لهم سواء الاستثمار في الأصول أو كسب عملاء جدد يديرون لهم ثروات. والحين خبرونا منو يقدر يعطينا أسامي 3 شركات إدارة أصول عربية؟ اكتبوا لنا في التعليقات.